من القصرين سيد عبد الستار، إلى أي مدى ما يحدث الآن في الشارع التونسي يشير إلى قطيعة ما بين الشباب التونسي الذي يعيش الفقر في المناطق الداخلية وبين السياسيين في ظل غياب خطاب سياسي مطمئن لهذه الفئة ولغيرها من الفئات المحتجة أو المعترضة في الشارع التونسي؟ هي بالفعل قطيعة بين الشباب بطبيعة، شنو تحبوا الشباب يعمل؟ إذا كان السياسيين اليوم معناها حبس بهم الزنقة وما قدموش مشروع اقتصادي لإنقاذ البلاد وخاصة في المناطق الداخلية، تكلموا هنا على سياسة التمييز الإيجابي اللي جا بها الدستور وما طبقتش، نتكلموا على تنمية معناها مش عادلة، نتكلموا على بنية تحتية اليوم في الولاية الداخلية مهمشة، نتكلموا على قطاع صحي معناها متردي، نتكلموا على التشغيل، أنت كنت تسمع في التقرير، كنا نسمع الناس الكل في التقرير اللي تعدى، نسبة البطالة في هذه الولاية، ولاية الثورة 35%. نسبة الفقر معناها نسبة كبيرة، معناها ثم برشا معناها مدينة ولاية ال 500 ألف ساكن منهم معناها نسبة كبيرة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهذا المسناه من خلال تغطيتنا الإعلامية، بطبيعة ثم قطيعة. الشباب شنو اليوم شنو المطلوب منه؟ هل معناها انه باش يتبع السياسيين؟ الشباب دائما كما كان سباق في ثوره 17 ديسمبر حتى 14 جانفي، الشباب غير، الشباب عمل ثوره وينتظر الثمار نتاعها، الشباب سجل في الانتخابات منتخب السياسيين وانتظر برامج اقتصاديه. هل التجاذبات السياسيه يعني في اعتقادك عبد الستار، هل التجاذبات السياسيه والصراعات الحزبيه ترمي بظلالها او تضع بصمتها على ما يتم الان في الشارع التونسي؟ هذا واقع بطبيعة. إذا كان الشباب ما هوش مطمن المستقبل بلاده والوضع بلاده، شنو العمل؟ العمل كان في المعنى شنو الحل؟ الحل كان في الاحتجاج ربما للفت نظر السياسيين، لأنه الطريق اللي ماشيين فيه راه ما هوش الطريق الصحيح. النقي بهم خارج هذا التجاذب وهذا الصراع اللي يحول البلاد معناها أزمة سياسية خانقة، خلقت أزمة اقتصادية أعمق من الأزمة السياسية، وهذا واقع اليوم ملموس من خلال الأرقام اللي كنا تحدثتوا عليها في تقريركم، ولا الشيء اللي نعيشه فيه نحن يومين من خلال تغطيتنا الإعلامية. اليوم شفت معناها القطاع المحامين تحرك وثم اعتصام قدام المحكمة بتاع القصرين، ثم قطاعات أخرى برشا قطاعات معناها بخلاف معناها التحركات النقابية اللي مرافقه الشيء هذا، معناها اللي جاء راه نتيجه تراكمات. طيب يعني هل هذا يعني ان الهدوء الحذر، يعني بما انك تنقل لنا نبض الشارع الان سيد عبد الستار، الهدوء الحذر الذي يعني يتسم به ولايه المدن ولايه القصرين الان، هل ينبئ بانتهاء الازمه او يعني ذهابها الى الهدوء ام إلى ربما مزيد من التصعيد، خاصة مع دعوة نقابة الصحفيين إلى إضراب في الشهر المقبل، يتزامن أيضا الشهر المقبل مع دعوة للاتحاد العام للشغل بإضراب آخر على غرار ما سبق؟ هو كما كنت تحكي هو إنذار للحكومة. اليوم شباب القصرين شعل الضوء الأحمر بلغتنا نحن في وجه الحكومة هذه وفي وجه معناها المختلفين السياسيين، معناها دعاهم وهذا تنبيه، وما نجموش نقولوا انه معناها الهدوء الحذر هذا معناها انتهاء الازمه. شنو اللي تبدل؟ ما تبدل حتى شيء، اما هذه انذار، انا نسميه انذار من الشارع للسياسيين كلك سواء معناها اللي في الحكومه ولا في المعارضه، معناها باش ينتهجوا سياسات اقتصاديه واضحه تجيب التنميه العادله للجهات الداخليه المفقره. ما نتصورش انه الهدوء هذا معناه اذا هو انذار للحكومه كما ذكرت. انقل ذلك الى